عالم إيطالي اسمه ستانسيلو كانيزارو سنة 1853 قدر يحصل على 2 برودكت، هما البنزيل الكحول والبوتاسيوم بنزويت. قدر يحصل عليهم من مركب واحد وهو البنزالدهايد. ازاي بيحصل بقى كانيزارو؟ الخطوة الأولى بيحصل عندي نيوكلوفيليك اتاك بلو اتش جروب، هي بتهجم على الكربونيل بتاع البنزالدهايد الأول اللي داخل معايا في التفاعل وبتكون لي النيجاتيف أناين. الخطوة التانية ان النيجاتيف أناين ده بيهجم على الكربونيل بتاع البنزالدهايد التاني وبيحصل هيدرايد ترانسفير، بيكون لي الكوكسايد أناين وكاربوكسيليت أناين. مجرد ما احط ميه كسولفنت ده بيديني البرودكت بتاعتي اللي هي الكحول اللي ناتج اني بعد ما حطيت السولفنت والبنزويت أناين.